هذه بامكانك تبعث مسج للفرق اللي في المجموعات ان فريق قادم بقوه ومنافس كذلك. توقعاتك مشعل؟ اروح تعادل مشدم وانا عندي شانس ان اقدر اعوض ذهاب وياه. طيب احنا بعد لا ننسى انه هو الفريق الاوزبكي يمتلك خبرات اللاعبين. نعم ايها سيداتي والساده متابعينا مشاهدينا عبر قنوات الكاس اينما كنت واري تنفيذي هذه الكره لمصلحتي نافا باهور تابا تاديس يلعب كوره خطيره 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 لكن برافو عمير برافو السيد ابعدها تصدى لها واصطادها لم يكن بشكل كافي إصابة ما بداية اللقاء عموما الكرة الأوزبكية خطيرة أوه أوه على الكرة الكرات الثابتة تبدو هي الأخطر على مرمى عمير الكرات الثابتة تبدو هي الأخطر على مرمى عمير مرت واجتازت يا صامويل إلى خالد البديل يعلي كورة الرأسية من مين؟ من بنيطو عادت وتسديدة بعد ذلك إبعاد من الدفاع بنيطو لأحمد فاضل الكرة بدأت من جانب يوسيبوف الأولى بنيطو الثاني أحمد فاضل على كورة لو راحت لو مرت كادت أن تسكن هي التي أبادت الكرة هي التي أبادت الكرة تلعب بعد ذلك رأسية حاضرة مرة أخرى وتسديدة أوهو الوكرة يصحصح الموج الآن يبدأ في الاستيقاف والثانية يا سيبوف الثانية يا سيبوف أبعد خلصها هالمرة جاءت من مين تتحول إلى الشباك رقب رجل لرجل مان تو مان الأمور تبدو كذلك مراد ناجي على الكورة الله الله على الكورة أرسلت بإتقان أرسلك في صراع مع إيفانوفيتش شوية أوه على الكرة تحولت تغير مسارها وهي في الهواء هناك حاضرة لدى بنيطو بنيطو يبحث عن مرور يعطي الكرة في مكان الله يا رايك يا رايك على كرة أبعدها وتألق فيها يوسيبوف حمدي فتحي كاد أن يفتتح أهداف شوط اللقاء الثاني الكرة للوكرة خاطئة تأتي واصل لدى عبد الخالقوف ينقل كرة أمامية تابا تيتسي في صراع مع سازميري خطيرة خالفة تأتي للوكرة خالف للوكرة نعم ساين يكسب مخالفة بعد هذا التدخل هذه اللقطة التي كانت من جانب اسماعيلوف كانت خطيرة الكرة الآن في مكان تبدو حاضرة أوزبكية علينا الحذر مولفيك على التفيد مولفيك أرسلها خطير ولا تلتفت ولا تلتفت ولا تخلوها تلتفت هذه الكرة كرة اليمين بعد ذلك محاولة يجب أن نتدارك الأمر يجب أن نتدارك الأمر هكذا لقطات هكذا كرات بدأ الفريق الأوزبكي يهدد في كل مرة على المرمى بدأ الفريق الأوزبكي محاولة واصلة بعد ذلك دالة على اليمين على الكره
وصلت لنا ابو صافي. يلا 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 يمر يلعب كوره يا دانا. هنالك صافي هات الخطا على جنسو داله ياتي به من العشر دقائق الاخيره. ان لم يكن هنالك من حسم فالقصة تطول. وبعد ذلك نذهب إلى أشواط إضافية. لا 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 يا ياباني، لا 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 يا ياباني، شو اللي صار؟ هل تستحق؟ هل تستوجب؟ كيمورا أشهر الورقة الصفراء الثانية إلى وسط الملعب لدى عبد الخالق قوف. يبحث عن التمريرة وهنا إيفانوفيتش مر الكرة بعد ذلك لدى سبيك الأخطر عمير صافرة ويجب عليك أن تشير بطاقة. أشهرها الآن الياباني. هذا هو التدخل من جانب اللاعب. 87 دقيقة، 87 دقيقة نيتو فاضل عبد المقصود. الأسماء التي كانت حاضرة في أرضية ملعب اللقاء يوبا سال لم يبقى إلا لا 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 حمدي يا فتحي الصحصح شوي، مش أنت اللي بتخترق قضية. يفعله الأسباني لكي يأتي بالأماني. الآن الكرة حاضرة لدى الجهة اليمنى، لعبت عالية من جانب ديجو كوفو. أوه. أوه. وعن طريق البديل عبدو منفوف. نعم أخذ كرة لم كرة سدت كرة وسط كل هذا العدد من عناصر الوكرة. يتقدم الفريق الأوزبكي، يتقدم الفريق الأوزبكي وفي هدف يأتي. متعب هذا الشيء خاصة الفريق ما وصل الجاهزية العالية، الجاهزية الكبيرة. هنا كورة أمسك بها يوسيبوف، كادت من خالد منير أن تكون مخادعة لكنها بعد ذلك أمسك. يعطي التعليمات شو تسوي؟ شو تسوي يا سيد صامويل؟ وقت ليس بعد. يوسف الخطيب يرسل كورة. صافرة وخطأ على الكرة. هذا الارتقاء من خالد منير أبعدها يوسيبوف. حارس متمكن يوسيبوف، حارس للوكرة ولعشاقه ولجماهيره ولمحبي السماوي. نبا بهار يعبر إلى دوري أبطال آسيا، إلى دوري المجموعات. الوكرة يغادر من الملحق بخسارة من أمام الفريق الأوزبكي.